ماكو شخبك ماكو ماكس وا لو استاذ لو شو جابك لهون؟ قلعني مستر بي وهدف الشهرة. انقلع. قال شهرة. ماكي شخبك ماكو ماكس وا بي بحق جديد بالقناة. اليوم يا اخوان قلعنا لو وهلا رجعنا لكم. طبعا يا اخوان افتح بكجات بدنا ابطال. خلينا هلا ما بتمنى انه تكون حلقة مو اللي مثل هذيك الحلقة طلعنا جهازين بس. بتمنى هيك بس ما جمعنا كل الاهداف بس المهم طولنا وانا مليت. اوكي انا ما عاد فيني. اوكي بدي افتح كل الباكجات والجوال. اتصوروا لانه نحن لامين الباكجات القديمه اول من اول حلقه نبلع لنا واحد اسطوري منشوف. فخلونا نبلش نبدا. اوكي بس قبل هيك راح نشيل الجواهر اوكي والفلوس لانه هذول ما شيء غير متغير يعني بيخلص اصوات. يا ريت لو موجود يعني على الاقل. 61 يوم اول مره بنشوف هيك عدد. خلينا نتجاهل ونقول انه دائما يعني هيك عدد. فيك تشتري سكن ماك ستريت وير يا هبله. اوكي يلا مشيها. اوكي خلاص خلينا هلق نفتح الباكجات. فيلا نبدا يا اخ. اوكي رح احط عدم الازعاج. فهلق نبدا. يا رب يعني هيك اشي فخم من البدايه. تخيلوا لو هيك 3. اوكي عادي رقم عادي جدا ما راح يطلع اشي. فيلا قولوا اذا فتحت 10 صناديق كبار بعدين ميجا بوكس ممكن يطلع لك بطل. فيا رب يعني يطلع بطل. خلاص بي هدي روي. يلا خلص صار معنا بطل. لا تستبقي الاحداث. بوم بوم بوم. كم شو الكم؟ 5. يلا ممكن يطلع لنا. احتمالية ضئيلة. شو بده يطلع لنا؟ لازم يكون 6 وفوق. ان شاء الله ما اندم اني عجلت. يلا مرونا جهاز يا عيال الخير. خلص اوكي هاي عادية. ما تكون يا سوبر سيل كريمين كتير و... كريمين ولا والله مرطبين. ما بدنا كتب بايخة. بتحب الكفتان؟ لا اوكي بما انه اجانا الدبل اقراص هدول رح نلعب جيم كرة عراق عشان نرفع هدول شوي يطلع لنا ميجا بوكس لسه زيادة. فدخلنا جيم يا اخوان. معانا اسطوري وضدنا خرافي. اوكي ما اكون اسطوري شي بيهوي. أسوأ أسطوري بس مشيها يا رجال. لهلا ما تحركت الطابة وربي إن الصراع قوي. أكرم عالم بالدنيا. لا هن اللي ما قدروا يجيبوا ولو قدروا كان. فيا رب يا رب يا رب يا رب نقدر يلا ندخل. يلا يا جيل بلا ملاختك أنت من أول. الله كفك بي. من أول يوم بحياته لجيل هو حقول ملخ ملخ ملخ. يا رب ما يفوتوه. يا رب. اوكي يوافسكي يوغاتسكي. اوي اعوذ بالله. بس يلا لا ويديد ولا بطيخ. صمودنا عالي كفرنكات كثير. اسوأ شعر في الكرة الارضية. خلو اوكي الفرانكة لا يهزموننا. خلص حرشتينا بأشعارك وبأشعاري كمان. نحن هلق همنا نجيب الميجا بوكس. ربي انه فرانك طرطم. اوكي شكرا سوبرسيل على الميزة الجديدة لكرة العراق. الميازة. كنا انتهينا لولا هالميازة. ف تعرف شغلة معلومات بي. بتعرفوا انه جهاز روزن مطلع اعشاب بتطلع اعشاب تبعود النسخة التجريبية.
بتطلع اعشاب النسخة التجريبية. معلومة من بي مفيدة جدا. ليك حطيت ستيكر، عرفوا ويني. مبروك والله. تعرفوا يعني مبروك النجاح. تعرفوا يعني انه لا لا مبروك جفر، الله يدعسك بجرافة. لا خلص خلص دعاوي. حرام حرام جرافة كمان بي زودتية. مشان يتعلم يسمي حاله باسم قريب من كلمة جرافة. تعلم. لولا فرانك الأسطورة كنا انتهينا يا زلمة. لولا فرانك الأسطورة كنا خسرنا بجيم الكورة. الله على الشعر. الله عندي بيت نارس. اوكي اوكي اوكي. جيل الملخ قد تشلخت عظامه. وهي فوزنا جيم. اللوك واللوك. يا رب انه يعطونا اقراص. اوكي يا شباب لعبنا جيم على الفاضي. اوكي خلونا نكمل. راحت علينا 4 6 دقائق على الفاضي يا زلمة. فنكمل من تم ساكت. اوكي يكون ارتفع الحظ لبينه ما خلص. لا ما دخل البكيجات. شو هاي الذهبية دائما شي بيض. عم بقول له يا رب يطلع شي. ما بدي هيك تكون حلقة مملة هيك على الناشف. تخيل ماكس بنشتري سكن معه كمان. او ماي جاد. شو سمعت انا؟ يا رب 6 هدايا 6 بطاقات يا رب 6 بطاقات. اوكي مشان بيلكش 5. يلا يلا ما في مشكلة يلا مشي. لا ده شيء مستحيل يصير مع بي اسطورة. اللي طلع لقيل بالصندوق فيه هدية واحدة. بس جماعة ما رح نفتح التطويرات بلكي طلع بطل. ايوه تعرفوا لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. يعني يمكن يطلع بطل من الجلد. لكن لا بلا تشياء بي تفائل بال. هاي طلع لنا رافس. هاد رافس بعرفه يا زلمة ابو النحس بكرهه كتير. وتحته ميجا بوكس بده يعمل عليه. نحس يا زلمة نحس. لا بلكي هو حظ. بلكي هو حظ على الصندوق. شوف هو حامي الفضاء عرفت يعني. ايوه يا رب شي يعني 6 بطاقات او شي عليلي. 7 بطاقات قاتل يا جماعة الله. والله رفس اسطورة. يا رب يطلع لنا بطل. مبروك. اوكي جهاز. اوكي ما في مشكلة. اعوذ بالله يا زلمة المقززة. يا ريتك ما رفعتي سيرج 10 ولا جسي 7. اعوذ بالله يا زلمة. نحنا خلاص ويدين. شلون قعدت اتمسخ العرافس. بس 7 بطاقات وبالنهاية كلها. بس خلاص تفائل بال ما بعرف شو اسمه تجده. تفائل بالخير تجده. صح ما حلت تعرفيه. ف يا الفلوس كلها حظ بحظ. ماي جاد. خلص بي كيف نفتح الصغار. اوكي شكله ما رح نقول شكله ما في امل لانه تعرفوا نحن متفائلين. نحن متفائلين بالخير. وضل لنا باكج واحد. فيا رب طلع لنا هيك بطل او شيء هيك تكون حلقة اشي جلدين. يو مصطلح من جلاد. اوكي يا رب بيكون رفس نسخة. اوكي باين هيك عم بنقز الصندوق. خلونا نشوف جوا. يا شفت ايش كان اسمه ماكس. باين ماكس من جوا. اوكي في حمرج. فخلونا نفتح الباكج. اوكي يا رب ايش جلاد. يا رب 5 بطاقات يا زلمة خلص. اوكي خلينا نشوف. اوكي خلص. فهون بتكون خلصت حلقتنا. ان شاء الله عجبكم الفيديو. طبعا يا اخوان ما طلع لنا بطل ولا اشي. بس ان شاء الله لما نفتح باقي الباكجات فخلونا هلق نشوف الحظ. اوكي قبل ما ننهي الحلقة.
ما يقولوا انه كل ما فتحت بكجات يزداد الحظ، فخلونا نشوف. ها خرافي 0.، ساتنا بالصفر فاصل، نحن بدنا 1. هدول اوكي يا اخوان، بدنا لسه شوية تفتيح. فهون بتكون خلص حلقتنا، ان شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة اذا ماكم مشتركين، وباي باي.